امام مقر وزاره الخارجيه الاسبانيه في العاصمه مدريد تظاهر نشطاء منددين بالعدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه وللمطالبه بمحاسبه الاحتلال على جرائمه المستمره بحق ابناء شعبنا جئنا اليوم للتنديد باعمال اسرائيل التي تقصف السكان المدنيين وتقتل الاطفال ومن المهم جدا لفت الانتباه الى عدم اتخاذ اجراءات لادانه اسرائيل من قبل الحكومات الاوروبيه في الاتحاد الاوروبي مثلا العقوبات، اين هي العقوبات؟ الحقيقه هنا نجتمع اليوم كجاليه عربيه وايضا اسبان واجانب من جميع الجنسيات المناصرين للقضيه الفلسطينيه العادله هنا لنطالب وللضغط على الحكومة الأسبانية لعمل تحرك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأسبانية تجاه العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المشاركون طالبوا المجتمع الدولي وإسبانيا بالتدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة والتي تنتهك كافة حقوق الإنسان والقانون الدولي باستهدافها المدنيين العزل بأعنف الأسلحة وأثقلها بالبدايه هو التضامن مع اهلنا في غزه اللي هم طبعا الان تحت النيران الصهيونيه ومقتل الاطفال هذا شيء مروع إيه و أيضا طبعا مع الشعب الفلسطيني كاملا والقضية قضية هي القضية الأولى قضية فلسطين نحن كمواطنين مدنيين أوروبيين وأسبان نعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني لكون الشعب الفلسطيني هو ضحية رئيسية للعدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والغرب يجب وقف هذا الدعم الآن عن إسرائيل جون رفع شعارات بالمناشدة الفورية لحماية الفلسطينيين من آلة الحرب الاسرائيلية الفتاكة ووقف بيع الاسلحه لدوله الاحتلال كاجراء اساسي لوضع حد لجرائمها بحق الفلسطينيين تلفزيون فلسطين اسبانيا